أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد الجابر تقديم بلاده نصف مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وذلك في مؤتمر المانحين الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة الثلاثاء القادم. وقال الجابر في تغريدة على حسابه في تويتر إن المملكة ستساهم بخمسمائة مليون دولار، من بينها 25 مليون دولار ستخصص لمواجهة فيروس كورونا. وتنظم المملكة العربية السعودية الثلاثاء القادم عبر تقنية البث المرئي مؤتمر المانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة بهدف زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية باليمن، مع الإعلان عن تعهدات لسد الاحتياجات الإنسانية.